قلت الفيدرالية تاعنا ما ماشي الفيدرالية تاع المانيا تاع فرنسا ولا تاع اسبانيا. السي تاع خليه يقول هو فرق اليوم نيس غير وقع عليه يقول بلي سي اماتور. انا نقول بلي الامكانيات اللي راهم دايرينهم ولا لا فاسون جيري ماشي تاع فيدراليه اللي تدي كوب دافريك اللي نسنا حنا دوك يعني اللي لا طونت كبرت يعني صح. ومشكل هذا هو يعني كي تقول على على لا كومونيكاسيون ولا المسؤول على الكومونيكاسيون ولا كاين مازال كاين مسؤول على الكومونيكاسيون ولا ما عندوش مع من يتواصل ما عندوش ولا واحد راهو المدرب راهو في عطله يمكن الرئيس الفيدراليه في عطله هذا هو ثاني المشكل يعني لازم شكون يعطي المعلومه وشكون شكون يكونفيرمي بلي هذا الشيء راهو هكذا وهكذا هكذا يعني هادو هما المشاكل كنا نسناو فيهم ولكن الان الشعب راهو يسنى يعني راك شامبيون دافريك راك شامبيون دافريك عندك نطمحوا لحاجه واحده اخرى دوك صح سي فري كو لا رونتي هذا العام مازال حتى نوفمبر باش يداو لي ماتش اوفيسيال تاع ليكيب ا نعم كاين ليكيب ابري ما راهي راح في شان شان راهو مهم لينا باش حنا اون فالور اورغانيزي دون دون على عامين على عامين عامين ونص يعني ولات حاجه مهمه يعني هذا مشكل يعني كي تشوف تاب اللي راه راك توصل لشرق بالمباراه مهمه ضد لو فانكور يعني الفريق المغربي هو سي لو تونون دو تيتر ويمكن ثاني هذا لو فات كو الفريق المغربي راه يلعبوا ضده يمكن بالماضي قال ماش متحضرين لهذا الشيء على بها ما نقدرش انا راني بلوتي تاع شامبيون دافريك نجي نقابل يمكن نخرجوا ربما ما نساوش حاجه مهدي بالك راح اللاعبين اللاعبين اللي راحوا ممكن يعتمد عليهم اللاعبين اللي كانوا هنا في البطوله المحليه هذا المشكل حابين نقول باش نكمل لك برك صح الصوره تاع بالماضي صح بالماضي بدا بهم ما نقولش ما داهمش هو داهم يخرج المباراه ضد القطر بصح كي تشوف تشكيله ضد القطر 11 لاعب راهم ما كانش في الجزائر راهم خرجوا كامل راهم يلعبوا في السعوديه في تونس كان الحمد لله عندنا لاعبين راهم يلعبوا في اوروبا يعني صح هاد الامور يعني تصعب لك الامور ماشي كيما ما تقدرش ما عندكش لاعبين نفس اللاعبين في عام نص نقل على عام التشكيله تاعك تبدلت يعني لاعبين خرجوا ولكن فو بروند يعني المسؤوليه تاعك لازم تاخذ الوقت من قبل ماشي شهر من قبل شهر قبل المباراه اللي تقابل هذا الشيء يعني هذا هو المشكل اللي عندنا سيك ما تشوفوا بعيد رانا نخدموا بالعقل مهدي نقول لك هذا اسمح لي ربما حتى الغموض حتى الغموض وطريقه سير ربما الاتحاديه هي اللي خلاته يغضب لما نشوفوا جمال بالماضي هو حكم منتخب وطني واحد نشوفوا منتخب قطري منتخب قطري اليوم راهو على راس المنتخب الوطني الجزائري تشوف طريقه تاع تعامل تاع الاتحاديه القطريه انا شفتها وخديتها كمثال واليوم لما دخلت الموقع الرسمي للاتحاد القطري حبيت نشوف هذه الاتحاديه اللي كان يتعامل معها لانه يقول لك الاتحاديه اليوم تاعنا تسيرها وي ما كاش اتصال كما رانا نشوفوا خليه اعلام غايبه العمل تاعها ما راهيش تقوم به نشوفوا الاتحاديه القطريه في 29 من شهر اوت دارت بيان في الموقع الرسمي نشرت فيه برنامج المنتخب القطري اللي راح يكون راح يواجه منتخب افغانستان والمنتخب الهندي في الخامس والعاشر من هذا الشهر تصفيات مزدوجه كاس امم افريقيا وعفوا كاس اسيا وكاس العالم وضعوا كل شيء وضعوا حتى الملعب اللي راح يلعبوا فيه سعر التذاكر اللي راح يلعبوا فيهم مكان دخول الشخصيات كل شيء محضر في الموقع الرسمي للاتحاد القطري رفيق لما تشوف هو كان يتعامل مع الاتحاد القطري كان يتعامل مع الناس محترفين الناس اكفاء اليوم يجي المنتخب الجزائري يشوف طريقه التسيير اكيد انه يغضب اكيد ربما تدفعوا باش يغادر وربما ما تشجعوش باش يواصل رفيق حنا حتى نسمعوا بلي راح نواجهوا منتخب البنين عن طريق الاتحاد يعني الموقع الرسمي تاع المنتخب البنين كاين لاعب البنين هضر قبل هو الاول اللي قال بلي راح نلعبوا ضد ماشي